حطينا سايلنسر على صديقنا الجميل هذا. اوكي فك ابوه. طيب يا ابن ليه جانا البرك ولا لا؟ لا اوكي يبغانا نجيب هيد شوت وحنا مزومين. طب احس اني قبل شوي ذبحت احد بهيد شوت، ايش دعوه؟ طيب هذا ماكسد اوت. افتح الباب كفو. سوينا ابوها يا عيال. شوف اللي بعدها وش هي. increase the speed with which health is regenerate. اوكي نايس. kill from cover using handgun. طيب نستعمل سلاحنا الجبار هذا في ان نفتح البرك اللي بعده. ايش رايكم؟ انا اقول مره ممتاز الحركه. انقلع. في احد ثالث؟ ما سمعت شيء انا بس اوكي. والله مش بطال المددس جدا مش بطال بعد. ايش بيلك تمخمخ عليه؟ جيمس بوند يا حبيبي. وش السالفة؟ ما في احد. والله اني ما دريت عنه. اه عبد البنشري. تبعنا ذا ولا تبعهم؟ لا 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 بالغلط. رجع سلاحنا بس. اوكي خلينا نحط سايلنسر على ذا. ما نقدر نحط سايلنسر على ذا. اوكي نسيت اني اقدر اكسر ذول. ماكست اوت. ايش خطتهم ذول؟ اوكي خطتهم انهم يخلون عبد البنشي يركب لهم قنبله في السياره حقتهم. عليل وقته غلط للسخافات بس انه جو عليل. اوكي بالغلط طلقت على الارمر. اوكي فوم فوم. اوكي نرقى فوق.
اوكي ما في فرق كبير. مسكر الباب. اوه شيت. كم باقي لنا؟ ابغى اطلع البيرك ذا انا بس. وين؟ اوكي. لا هذا. اوكي ما ادري ايش قاعد نسوي احنا بس. طيب ريلود. رجع سلاحنا الخالع. اوكي ما في شيء هنا. خذ لنا كم خوذه. افتح باب. ابو الشباب قاعد يعطيني اوامر على كيف امه. نازي مع السلامة يا حبيبي. مشكلة ما اشوفهم. والله هذا يحرق. اقويهم قوي. طيب وين الحيوان اللي كان يطلق علي؟ يا ابن الايه والله انك خوفتني. شيل ابوه تعال معي. هاي 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 ورع. اقويهم قوي. طيب طيب هذا فجرناه. ابغى اسكت ذا الشيء بس ما يسكت. اي 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 اوكي. يا ابن الحيوان. وين ابن الكلب اللي لسه ما ذبحناه؟ لازم اذبح اوكي خلاص. لازم اذبح ذا من زمان كنت. طيب تحمست شوي. كان خطا صراحه انه ما ادرعم واذبحه. شفت شلون الدرعم احيانا تفيدك بس ما حد يسمع كلامي. اوكي شيل يا حبيبي جريش. اوكي والله اشتهي جريش. اوكي سلاحنا ذا فاضي فما في فايدة الحين ناخذه معنا. شوف
خويهم اللي فوق ذا في سلاح عندهم ولا لا؟ والله سلاحهم نفس سلاحنا. اوكي شيله شيله شيل معاه. اوكي ايش قال؟ كلير ذا ويست تاور. طيب احنا خلاص سوينا كلير الحين ولا نرجع للسياره؟ الظاهر نرجع للسياره. العجوز الخارقة. ايوه هذا اللي ما اتفقنا عليه. ايوه هذا اللي ما توقعناه ابدا. في واحد ثاني المشكلة بعد. طيب يبينا ناخذ السلاح الخارق حقنا لازم. لازم السلاح الخارق. ولا ادري وينه. ما اعرف وين السلاح الخارق حقنا. اوه هذا هو يمكن. بس هذا ما في رصاص. فالحل الوحيد انه ننقز من هنا. اوكي. نتخبى ورا هذا المكان. ونعطيها الركضة اللي ممكن تكون شوية سريعة. بس مين مرة. ما في رصاص المشكلة. هل لازم اذبحهم ولا لا؟ ما ادري. ما ادري ايش لازم اسوي فيهم صراحة. اصبر الجريش فيه باقي اكل. ما في اكل. وشلون نقدر نذبح هذول؟ في جرانيتس هنا. اوكي فجرنا واحد اخيرا. فجرنا واحد فيهم. جي جي على اللي فجرناه. يا حيوان. ابن الحيوان ذا. خذ. انا اوريك الحين. فجرنا ابوهم. اكوي. وي مس ذا ترين. في يد آلي هنا. ايش قالت؟ يلا اركب.
اوكي. او لا لا اركب الشنطة. طيب.